في السماء. جاهز لمغامرتنا النهارده؟ جاهز قوي. طيب انت قلت قبل كده ان انت مش ملتزم قوي في حوار المواعيد ده، قول لنا بقى، فكرت الصبح قبل ما تيجي تتاخر او ما تجيش اصلا، ولا كنت متحمس وتمام؟ لا ده انا كنت متحمس جدا. انا مش ملتزم في المواعيد مع اصدقائي، ما يعني نازلين رايحين في حته، ناس مستنيني، لكن شغل ومش عارف ايه انا تمام. طيب انت حلمت قبل كده ان انت طاير وقلت ان ده كان احلى حلم في حياتك. قول لي بقى، حاسس ايه وانت حلمك هيتحقق النهارده؟ دي اكتر حاجه انا كنت نفسي اعملها من وانا صغير، يعني اول حاجه على الباكت ليست كاتبها سكاي دايفنج. ممكن تقول لنا ان انت ممكن تغامر في التمثيل برضو؟ ممكن اغامر في التمثيل جدا، ده هو التمثيل اصله مغامرات. انا دايما بحب ان انا اي دور اعمله يكون فيها حاجه مختلفه وحاجه جديده وحاجه فيها ريسك. قول لي تعريف الشخص المغامر من وجهه نظرك. تعريف الشخص المغامر انه مش شرط يكون ما بيخافش، بس بيحب يواجه الخوف بتاعه. ايه اخر مغامره عملتها مع باباك مصطفى قمر؟ كان في مره كان طالع فيها الساحل، كان في عز الشتاء غالبا، كنا في شهر 11 او حاجه، وطلعت معايا انا وهو بس، رحنا المتحف اللي هناك والمقابر بتاعه الجنود الايطاليين غالبا والالمان لا كانت رحله جميله الصراحه. طيب لو جات لك الفرصه يبقى عندك سوبر باور، هتختار ايه؟ تيمو سوبريم. وانا صغير وده اسمي اصلا. تيمو ايه؟ تيمو سوبريم. ده انت من زمان وانت ده من زمان، ده كان كرتون اصلا كنت بعشقه وانا صغير، تيمو سوبريم. ده انا متخيل انا تيمو سوبريمو، ده انا. طيب دلوقتي يعني تخيل ان تيمو سوبريمو نط خلاص، اول ما ينط بقى واتبسط جدا، ممكن مثلا يعمل رقصه معينه، يغني اغنيه معينه، ادينا حته كده. ادينا حته ايه بس؟ حته ايه دلوقتي؟ هتبقى مركز انك تعمل؟ انا لا يعني الحاجات والهطل اللي بيحصل مني ده بيحصل في وقته. انا ما بعرفش ارتب الهبل ده، هتلاقيني في ساعتها تلاقي مني حاجه متخلفه. طيب احنا خلصنا اسئله، وعشان تاخد تاشيره المغامر دلوقتي هنروح نختبر ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامر بفي ار تيست، وتشوف بقى ايه اللي هيحصل. جاهز؟ جاهز جدا. يلا بينا. يلا بينا. الله، ده انا شاطر قوي يا جماعه. درفت، هلبس هلبس. سلام معلم معلم. واو، ادخل جوه. واو، ايه ده؟ ده شايف ايدي وانا برقص. برافو يا تيم. تيام انت شاطر جدا، انت مغامر بنسبه 98%. الله. وده هيديك لقب مغامر مش سهله خالص. حلو. فانت دلوقتي جاهز لتاشيره المغامره. ماشي، يلا بينا. خير وبركه. يلا بينا. بس قبل ما نطلع على الطياره عايزينك تسجل فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك اول ما تنزل من الطياره. اوكي. مسج بقى لنفسك، لحد معين، اللي انت عايزه. انا دلوقتي تيام، قبل ما ننطلق على مغامرتنا، كان نفسك مين يكون معاك دلوقتي يعيش معاك المغامره؟ ناس كتير. اول حد في بالي طبعا امي. طب ايه رايك نكلمها فيديو كول وتحكي لها بقى هتعمل ايه وتعيشها معاك المغامره؟ يلا. الو يا تيمو. يا دودو، انا وصلت المطار. بجد؟ بجد. نركب الطياره دلوقتي وننط منها. احنا هننط ان شاء الله في راس محمد، هي محميه راس محمد، ان شاء الله الفيو هيبقى تحفه. ادعي لي. بحبك. بحبك قوي. باي. حاضر. باي باي. محمد رسول الله. نجوم السماء.